ومحتل جدا. دكتور طلال، انت من اكثر الناس المطلوبه عند العدو الصهيوني، بتخاف من الاغتيال؟ ابدا. انا لذلك قلت لك انا متصالح مع الموت جدا. انا مبسوط اني شفتك اليوم، فخلص معلش خليني موت بكره. انا عندي قناعه بان الانسان قبل ان يولد مقرر يوم وفاته، فما في عندي اطلاقا قلق. واحكي لك قصه حلوه. دعاني السفير الامريكي، اتصل فيا اللي بدي اشرب معك قهوه، اجاني قلت له خير، كنت في الكويت. قال لي بده يقابلك نيلسون روكفلر. كيف انه طالبني يقابلني؟ لا بعرفه ولا بيعرفني، وانا عم بحكي في 79، يعني كنت في بدايه انطلاقتي. قلت له اكيد في غلط، مين انا ليقابلني نيلسون روكفلر نائب رئيس جمهوريه امريكا؟ قال لي لا احنا ما بنغلط، بنعرف مين نحكي. قلت له حاضر، بروح بكره الصبح. قلت له انا عزمني على الغداء ومعه مساعدونه. قال لي انت عارف ليش انا بدي اياك؟ قلت له لا والله، بس اذا بالغلط انا تشرفت بمقابلتك وخليني انسحب. قال لي لا ابدا ما في غلط. انا كنت بمصر مع بلقاء مع انور السادات، وفكرنا نعمل مشروع يحل البيروقراطيه في مصر. مصر بيشكو كثير من النظام البيروقراطي، اجراءات وتطويل في المعامله. فوصلنا إلى حل أن ننشئ باخرة على النيل تكون معفاة من كل العقود البيروقراطية. قلت له طيب عم بستمع أنا. قال لي بدنا تعمل، لما سأل اتفقنا أنا وياه، قلت له طيب شو نمشي نعمل هلأ؟ قال لي شوف طلال أبو غزالة، ما إلك إلا هو، هذا قادر على أن يعمل المعجزات. والكلام مش صحيح، بس لأنه كان في خصم إلي، خصم اللي راح يشتكيني له اللي هو رئيس نقابة المحاسبين في مصر، راح يشتكي له انه هذا طلال ابو غزالة بدهم يعطوه رخصة، فهذا بينافسنا وهذا كذا وهذا بيعمل معجزات، هذا اخطبوط هذا كذا. فبدل ما يضرك كبرني، بدل ما يضرني نفعني. وهكذا دائما كل من يحاول ان يأذيني تنتهي باني استفيد منها. المهم قلت له طيب شو المطلوب؟ قال لي بدي تعمل دراسة وبدي أشاركك بالتنفيذ، تكون أنا وياك شركة. صرت أضحك. ليه؟ قال لي ليش عم تضحك؟ قلت له أنا عمري ما سمعت بشراكة بين الفيل والناموسة. أوكي. قال لي يعني أنت الناموسة؟ قلت له طبعاً أنت الفيل وأنا الناموسة. قال لي اسمع يا ابني، الصغير إذا أراد في كثير من الأحيان هو أقوى من الكبير وينتصر عليه. قلت له كيف؟ قال لي حط فيل وناموسة بغرفة مسكرة، مين بينتصر؟ ناموسة. هذه هي قوة الصغير إذا عرف كيف سينتصر. وغزة هذه المنطقة اللي نسميها قطاع، هذا القطاع تحارب جيوش مش من إسرائيل بس، في معها قوات أخرى تحديدا من أمريكا ومن بريطانيا، وينتصر. معظم القوى الكبرى بالعالم عم تكون مع إسرائيل. اليوم مين مع الثورة الفلسطينية؟ كل الدنيا مع الثورة الفلسطينية. أكثر حدا كله. الشعوب الآن أكثرها أصبح يتحول إلى الشعور. شوف الحكومات لها ظروف ولها اعتبارات، خصوصا في النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي بده معالجة، وأنا قلت الكلام لبايدن لما كان رئيس بالكونغرس، تعالجوا النظام الديمقراطي قبل أن يقتلكم. النظام الديمقراطي يحتاج إلى علاج ليدخل فيه عنصر المساواة والعدالة وليس فقط عنصر الانتخاب. الآن كل الدول الديمقراطية مين بيجيب شعبية أكثر، وكل ما زاد الإنسان شعوبية وتطرفا كلما حصل على رضا الناس أكثر.